بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل سلسلة هذه التمارين لمواضيع البكالوريا دورة 2021. التمرين هو لشعبة رياضيات وتقني رياضي على 4 نقاط، وهو تابع للوحدة الثانية التحولات النووية. تجدون هذه التمارين مرتبة في بلاي ليست. إلى النص، توجد بمنطقة النيجر التصلي أقصى الجنوب الجزائري كهوف بها رسوم ونقوش غريبة وعجيبة. استقطبت هذه المنطقة علماء آثار من جميع أنحاء العالم، وقد تم تحديد عمر تلك النقوش باعتماد التأريخ بالكربون 14. يهدف هذا التمرين إلى تحديد عمر رسومات وبقايا كهوف منطقة ناجر. المعطيات: نصف عمر الكربون 14 هو 5.7 × 10³ سنة. هذه الكتل الذرية، ولا داعي لأن أواصل قراءة النص لأن يمكنكم إيقاف الفيديو وتقرؤون قراءة متأنية النص بكل راحة بالطبع، وتتصورون الحل إن شئتم. بعد قراءة النص قراءة متأنية يمكنكم الاطلاع على الحل. الحل سنتناوله سؤال بعد سؤال، أي معناه خطوة بعد خطوة. وهكذا يأتي السؤال الأول: أعطي تركيب كل من الكربون C12-6 و C14-6. الجواب يكون كالتالي: تركيب النواتين، بالنسبة لنواة C12-6 نحن نعرف أن 12 هو عدد النويات و6 هو عدد البروتونات، إذا عدد البروتونات هو 6، عدد النيوترونات هو 12 ناقص 6. كذلك بالنسبة للنواة C14-6، زاد يساوي 6 و A تساوي 14، إذا زاد يساوي 6 ونحصل على A بنقص 6 من 14، فيبقى لنا 8. السؤال الثاني: الكربون 14 هو نظير مشع طبيعيا لعنصر الكربون 12، اذكر تعريف النظائر. إذا هنا لابد أن تكونوا حفظتم تعريف عن ظهر قلب ليمكنكم كتابته كما يلي. إذا تعريف النظائر: هي أنوية لنفس العنصر الكيميائي تشترك في زاد وتختلف في أ، إذا الاختلاف يكون في العدد آن. كما تلاحظون هنا عندي نظيرين، كربون C12-6 و C14-6، لهم نفس زاد عدد البروتونات ولكن يختلفان في العدد الكتلي اللي هو 12 و14. إلى السؤال الثالث: تفكك عينة من الكربون 14 فتنبعث إشعاعات تؤدي إلى تناقص كمية الكربون بمرور الزمن. أولا، أكتب معادلة تفكك نواة الكربون 14 إلى نواة الأزوت N14-7 وحدد طبيعة الإشعاع المنبعث. إذا هنا على حسب النص الكربون يتحول إلى أزوت، كيف ذلك؟ نلاحظ أنه زاد ازداد بواحد ولكن العدد الكتلي N بقي ثابت، إذا هذا لا يمكن أن يكون إلا الإشعاع بيتا ناقص، وبالتالي نضيف هنا زائد بيتا صفر ناقص. ولاحظوا انحفاض العدد الكتلي 14، زائد صفر فهو 14 وسبعة ناقص واحد فهو 6. السؤال الثاني التابع لـ3: احسب طاقة الربط لكل من النواتين ثم حدد النواة الأكثر استقرارا. وإلى الجواب: حساب طاقة الربط للنواتين C14-6 و C12-6. بدون معرفة قوانين الثلاثة التالية لا يمكنك الإجابة على هذا السؤال، ولذا يجب عليك أن تحفظ
بعض القوانين أو بعض الصيغ الرياضية. هذه هي طاقة الربط التي يجب أن نقوم بحسابها. كيف نقوم بحسابها؟ أولا علينا أن نحدد E1. E1 تساوي النقص في كتلة حسب قانون أينشتاين، E1 تساوي دلتا ام سي مربع لعنصرين مع اكس ا زد. كيف نحسب الآن E1؟ E1 يساوي عدد البروتونات في كتلة البروتون زائد عدد النيوترونات في كتلة النيوترون ناقص كتلة النواة. إذن هنا النويات متفرقة، هنا النويات متماسكة، الكل بالطبع في مربع السي، والسي هنا تمثل سرعة انتشار الضوء. أعطي لنا في النص الكتل الذرية لمختلف الجسيمات أو العناصر، هذه البروتون النوترون النواتين و U اللي هي كتلة أو وحدة الكتلة الذرية، لاحظوا أنها بدلالة سي مربع. من أجل النواة سي 14 6، إذا نقوم بالحساب، خذ آلتك الحسابية وقم بالحساب، ولا تستهين بالتطبيقات العددية. إذا لما نقوم بهذه الحسابات بالنسبة لي سي 14 6، معناه 6 في كتلة البروتون زائد 8 في كتلة النوترون ناقص كتلة نواة الكربون 14 6 تعطينا هذا العدد مضروب في سي مربع في U، ولكن U نعبر عنها بهذا المقدار 931.5 في 1 على السي مربع، ولهذا قمت هنا باختزال السي مربع، ولا تهمني قيمته التي هي تساوي 3 في 10 أس 8 متر. إذن نحصل على E1. بنفس الطريقة نقوم بحساب E2 فنحصل على هذه القيمة، وما عليكم إلا أن تتأكدوا بأنفسكم. إذن أي النواتين أكثر استقرارا؟ لا نستطيع الحكم على النواة الأكثر استقرار بمجرد حساب هاتين القيمتين، وإنما يجب أن نقوم بحساب هذه النسبة، معناها الطاقة لكل نوية، لكل نيوكليون. لما نقوم بالقسمة الآن بالنسبة لي سي 14 6، نأخذ هذه القيمة ونقسمها على 14 لأن عدد النويات 14، فنحصل على هذه القيمة. لاحظ هنا أننا أضفنا على نيوكليو، معناه 730 ميجا إلكترون فولت لكل نوية. القيمة الثانية هذه هي نقسم هنا على 12 و2 على 12 نحصل على هذه القيمة. أي النواتين أكثر استقرارا؟ بالطبع التي تكون لها الطاقة أو هذه القيمة أكبر. ومن هنا نلاحظ، إذا نقارن هاتين القيمتين، نلاحظ أن هذه القيمة أكبر من هذه، وبالتالي فإن النواة سي 12 6 هي الأكثر استقرارا، ولهذا نصادف الكربون 12 6 في الطبيعة. رابعا، أكتب قانون تناقص الإشعاع لعدد الأنوية NT غير المفككة لعينة تحتوي في البداية N صفر نواة مشعة. أنا خطأ كتابي، أنقص لي الجواب. إذا نعبر عن هذا القانون، هنا كذلك تكون حافظ القانون عن ظاهر قلب، لا مفر من ذلك. NT تساوي N صفر دالة الأسية لناقص لامدا تي. خامسا، باستغلال بقايا الفحم المستعملة في الرسوم والنقوش لكهوف منطقة الناجير، تم قياس النسبة بين NT و N0 فوجد هذا العدد. حدد عمر العينة ثم تأكد من المعلومة الواردة في السند أعلاه، معناه في النص. إذن الجواب هو كالتالي: عمر العينة، ننطلق من هذا القانون ومنه نستنتج ناقص لامدا تي بعد أن نضرب في اللوغاريتم طرفي المعادلة. إذن تعطيني ناقص لامدا تي
تساوي اللوغاريتم ان تي على ان صفر. إذن هذه عملية حسابية رياضية بسيطة بالنسبة إليكم. نستخرج تي من هذا القانون، إذن تي تساوي ناقص واحد على ضم ضا لوغاريتم ان تي على ان صفر. حساب ثابت التفكك لامدا، لا أستطيع القيام بالتطبيق العددي مباشرة لأن ينقصني لامدا. لامدا هي ثابت التفكك للعنصر أو للنواة. من هذا القانون كذلك يمكنني كتابة القانون الخاص بنصف عمر العينة ان في اللحظة بالنسبة للتي نصف نصف العمر يساوي ان صفر اكسبونونسيال ناقص لامدا تي نصف. تي هنا كل ما فعلته عوض تي بتي نصف، معناه في نصف العمر. ان تي نصف على ان صفر من هنا تساوي اكسبونونسيال ناقص لامدا تي نصف وتساوي نصف. من اين جاء هذا النصف؟ لان عندما تتفكك نصف عينة المادة فإن النسبة بين ما كان موجود في البداية وما هو موجود حين بلغت نصف عمرها يساوي النصف، يعني هذا العدد يساوي ضعف هذا العدد هذا. ومنه فإن إكسبونونسيال ناقص لامدا تي نصف تساوي نصف. وعليه هنا كذلك نضرب في لوغاريتم طرفي المعادلة، ناقص لامدا تي نصف يساوي لوغاريتم نصف، يعطينا ناقص لامدا تي نصف تساوي لوغاريتم واحد اللي هو صفر ناقص لوغاريتم اثنين، يبقى لي هنا ناقص لوغاريتم اثنين. ولاحظ الناقص والناقص إذن يعطيني زائد. إذن لامدا تساوي لوغاريتم اثنين على تي نصف. تي نصف هو بالطبع أو نصف عمر النواة التي نقصدها. نعوض في عبارة تي، أي إذن تي تساوي هذه العبارة، نعوض واحد على لامدا بتي نصف على لوغاريتم اثنين. واحد على لامدا يساوي تي نصف على لوغاريتم اثنين، هنا عندي لامدا ولكن هنا عندي واحد على لامدا، ولهذا قلبنا القسمة هنا أو الكسر. ومنه فإن تي نعوض هنا واحد على لامدا بهذا المقدار ونضربه في لوغاريتم ان تي على ان صفر. التطبيق العددي تي يساوي أعطوني نصف عمر الكربون على صفر ستمية وثلاثة وتسعين، هي بالطبع لوغاريتم اثنين في لوغاريتم هذه النسبة. لوغاريتم هذه النسبة لما نقوم بأخذ هذه القيمة، لوغاريتم لهذه القيمة يساوي ناقص واحد فاصل اثنين واربعين في عشرة ناقص اثنين. لاحظ هنا يوجد الناقص أتينا به من هنا، ولكن لوغاريتم هذه النسبة كذلك سالب، ولهذا سنجد الزمن موجب ويساوي بالتقريب 35 ألف سنة. إذن ها نحن قد حددنا عمر العينة. وإلى هنا ينتهي حل هذا التمرين. أضرب لكم موعدا في تمرين قادم إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة إذا كانت هذه المعلومات وهذه الحلول تناسبكم. بكل توفيق والسلام عليكم.